لو بتلعب انت ومحمد صلاح في تشكيله واحده، مين يكون هداف ليفربول؟ انا بالطبع بالطبع انا ومحمد صلاح ايضا يعرف ذلك. انا سألعب في الوسط واليسار ومحمد صلاح يلعب في الجهه اليمنى. انا اعتقد حينما ارى محمد صلاح وأداؤه وأهدافه والأسست وصناعات الأهداف، لو أنا بلعب في نفس الفريق سوف أحرز أهداف أكثر منه.